امسك امسك ولدك ما يستحي، انا عمه يتفل عليه. هلا حبيبي، صدق ما تفلت؟ تفل. الله عسل حبيبي. ذاك اليوم صاب خالد ولدي قاعد يغلط. صدق بابا قولها مره ثانيه. الله مستحيل ولدي يسوي كذي، يبقى انا مربيه احسن تربيه. اي هذا صوت بنتي جميخه. شنو معنات الاسم؟ شوف، في ورده تطلع بجبل باليابان. اي الورده هذه ما تطلع الا بالشتاء، ويطلع منها مثل الندى. الندى هذا تاكله نحله، ملكه النحل يسمونها جميخه. الو الو يوسف، شوي نشغل كاميرا تبغوك. يلا يوسف، والله فكرة حلوة. يلا انا يوسف دم. شكلك كبير تماما. ايش هالجيل هذا اللي كل واحد ماسك الايباد والايفون ماله؟ على ايامنا ما كنا نسوي كذي احنا. خالي على ايامكم ما كان في ايباد. شنو طلع المصارعه؟ ترى كذا. شو توريك؟ اسمع عبد الهادي، امشي. يوسف جيب لي ماي. بابا عشتني 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 يا خالد. يوسف اقعد وخلاص. شو الناس المصاحية هذه؟ ناس مصاحية. انت بغيت تنبه ولا ايش رايك انت يوسف؟ هي هو الغلطان عمي، انت ما تغلط. شلون؟ اخو مال انت خلاص موت. هذا فكر اخو موجود. اخو مال انا ما في موت. ما في موت. انا ما في موت. انا ما في موت. انا اطيح من طياره بس ما في موت. مشكورين كرييتيف فلاور على هذه الهديه الجميله بمناسبه وصولي نص مليون. زين اي انا ويوسف مستانسين. يوسف ايش رايك بالهديه هذه؟ حلوه عجيبه والله. عينك كيكه. تعال يوسف. يا بابا حبيبي ما يصير تسوي كذي، الناس راح تضحك علي بكره، راح تشمت الناس فيني. هذا احنا ما نسوي كذي يوسف، يبقى احنا ناس ما عندنا هالسوالف هذه. اسمع كلامي يا بابا، اسمع كلامي. بابي يوبي ما لقيت لي بنتك. شباب هذه صورتي انا بحساب قبل وبعد. لما كنت صغير انا كنت نفسي يويو، يعني اذا انت كبرت راح تصير نفس بابا، تشبهني. لا بابا خلاص ما تصير تشبهني، ما تصير خلاص بابا، ما تصير ما تصير تشبهني خلاص. صدقوني يا جماعه يوسف احسن واحد بالدوانيه هذا، احسن واحد من اخوي، محترم واخلاق. ليش قام يمدحني فجاه كذا؟ اي يوسف جيب بوك، نسيته فوق الله. والله ما دريت ما تمدحني كذا.